انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. تم الاشتباك اليوم مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين. وكان من نتائج عملية الاشتباك ما يلي: إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة، وصول عدد من صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها. وقد استخدمت القوات المسلحة اليمنية في عملية الاشتباك